مساء النور ومساء الخيرات ومساء الأرزاق ومساء الأفراح. أهلا بكم، مرحبا بكم في برنامجكم، برنامج ماي فاميلي. عندك إحساس؟ عندي إحساس. عندك إحساس؟ أنا على بالي بلي إحساسي في محله. وتتمني أن أخوك هذاك اللي في دار العجازة تجيبيه ويسكن معك في هذيك الدار وحدة اللي راكي كاريتها. واش تقدري تقولي للناس؟ أنا قلت لخويا في محمد احنا نحوس على والدينا بشي مع ما صدهمش، وهادو عندهم ما يديهم وما هم في العجازة وما عندهم لا رحمة ولا. الدائرة نقول ممثل اليد عمودية مغلقة عمودية، والمربع نستعملوا اليد أفقية مغلوقة، يعني عندي الدائرة بهذا الشكل و المربع بهذا الشكل. لو سمحتي فقط طاطا نادية عطينا وجبة الأطفال رضع لناها اليوم. اليوم جبت لكم عصير طماطم، نديرو عصير طماطم. نشوفوا الطبيبة تاعها. هذه عصير طماطم ابتداء من أي شهر؟ ستة أشهر. نعطيها لبنتي في ست شهور. عيب علينا نحكم على طفلة ولا نحبسوا لها مكتوبة كي يجي واحد يخطبها نقول له ما تخطبش بالطفلان، باباها مجرم ولا داير ولا صلاح، وما ذنب الطفله. وصفتنا لها اليوم راح تكون وصفه صحيه لاول مره راح نشوفوها في بلاطو تلفزيوني، واللي هي وصفه لمرضى السيلياك. نبيله هي الان ايضا ام وراي في فتره الرضاع، ام لطفلين، ام لطفلين. وتصوروا معايا مسكينه جبتها وشقيتها وقاعده تقول لي نخرج شويه بكري نروح نرضع بنتي وكذا. رضاعه طبيعيه لازم. رضاعه طبيعيه حصريه، يعني ماهيش حاجه تخبات ولا سوما بدلوه. كانت الاخت معايا اختي قالت لي ابدا، انا كنت حاضره انا شفتو بعيني، يعني ثم ما فهمتش. اول الصدمه كانت مش ضد طفلي، كانت ضد الاطباء. هالانسان يعرفك من حوالي 20 عاما تقريبا، عوديها لي. 18 سنه و7 شهور و7 ايام، السوايع ما قدرتش نحسبهم. الله يبارك، أنا تزوجت البارحة سيد قالها بدات لي تزوجت. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت لي الله هذه قبلة الاحترام والمودة والحب. كان عندك تدخل، شو بغيتي تقولي لي؟ لك أخت عائشة طبقت المثل اللي يقول لك تاع زمان، مثل زمان وش يقول لك؟ أختك من الكاس تاع الذهب اللي تشربي فيه المرار.